إنه يكون عندك القدرة على التعلم بشكل أسرع، إنه يكون عندك القدرة على التركيز أكثر، إنه تمتلك القوة في رد فعلك في المحادثات. كل هاي الأمور لها صلة مشتركة واحدة واللي هي قوة العقل. أغلب الأوقات إحنا نركز على التمارين البدنية، لكن غالباً لا يوجد أحد يتكلم عن التمارين العقلية. ولهذا أهلا وسهلا بكم في فقرة فكر من برنامج ظاهرة الجمعة. أنا سفيان حسيني، واليوم راح نتكلم عن التمارين والسر في قوة العقل. خلينا نبدأ بالشيء الأول واللي هو النوم. أثبت العلماء على مر السنين اللي فاتت أنه النوم هو شيء جدا مهم لصحة العقل، ولحد هاي اللحظة نتكلم فيها النوم يلعب دور كبير في تكوين الذاكرة. دراسة حدثت في عام 2012 أثبت فيها أنه النوم الجيد يحسن من الـ Declarative Memory، واللي معناها القدرة على تذكر الحقائق بنسبة 20% من المعتاد. يوجد بروتين غريب من الدماغ لما نكون مستيقظين اسمه تاو، ولما ننام بشكل جيد دماغنا يقوم بتحطيم نصف هذا البروتين. وفي اليد الأخرى إذا ما نمنا بشكل جيد فبروتين التاو راح يكون متواجد في دماغنا بشكل أكثر وأعظم. طيب شنو الشيء السيء إذا امتلكنا الكثير من البروتين التاو؟ مؤخرا وجدوا أن هذا البروتين إذا تواجد بشكل كبير فهو راح يكون مسؤول عن خسارة التشابك العصبي وسوء النفسية وحتى خسارة السيطرة على الجسم. والمفاجأة الكبرى وجدوا أن هذا البروتين هو المسؤول عن مرض الزهايمر. لذا حاول أنك تنام بشكل جيد كل ليلة. وحاليا خلينا ننتقل للعنصر الثاني واللي هو نظام أكلك. وقبل ما أتكلم عن هذا الشيء يجب أن أنوه أنه أنا لست خبير غذائي، وكل نظام غذائي تريد تتخذه يجب أن تسأل طبيبك الخاص. لكن الجميع اتفق على أنه إحنا لازم نقلل ونبتعد عن شيء واحد واللي هو السكر. طيب خلينا نفهم أنه السكر مو شيء سيء، لأنه ببساطة دماغنا يشتغل على الجلوكوز واللي فعليا هو السكر، لكن عادة هذا السكر يأتي من البقوليات والكاربز والفواكه. لكن المشكلة في السكر المضاف واللي هو السكر المضاف إلى الأطعمة والأغذية اللي بيها أصلا سكر. استنادا لمركز السيطرة على الأمراض، المعدل المتوسط للشخص البالغ الآن يتناول ما يقارب 70 جرام يوميا من السكر المضاف، والباحثين توصلوا أنه هذا الكم الكبير من السكر هو شيء جدا سيء لدماغك. دراسة في عام 2016 قاموا بها على الفئران اكتشفت أن تناول أكل عالي السكر يمكن أن يقلل الذاكرة بالتأثير على منطقة الهيبوكامبس، والتي تلعب بدورها عنصر مهم في تكوين الذاكرة الطويلة والقصيرة. يعني إذا ما تتذكر وتنسى كثيرا فحاول تقلل السكر في أكلك. والآن نأتي للنقطة الثالثة واللي هي التعلم. مثل ما نعرف أنه إحنا إذا أردنا جسم جيد فلازم إحنا نمارس رياضة معينة، أو المشي أو الركض أو رفع الأثقال إلى آخره. وفعليا نفس الشيء للعقل، فإذا أردنا أنه نمرن العقل وننميه فلازم نتعلم. فتعلم أشياء جديدة يعتبر أكبر تمرين للعقل، يعني مثل تتعلم التصوير أو تتعلم التصميم أو أي شيء أنت تريده. هالأمور راح تساعدك في كشف نقاط أنت ما كنت مكتشفها من قبل، وبالتأكيد راح تخلي عقلك أسرع في تقبل المعلومات. دكتور توماس باك قام بدراسة في سنة 2014 أثبت فيها حتى وإن تعلمت لغة ثانية في عمر متقدم هالشي راح يعزز التركيز بشكل كبير. وكذلك هذا الشيء حد من التدهور المعرفي واللي إحنا نسميه بالعامية الخرف. وبالاعتماد على كل ما ذكرناه سابقا راح توصل للقوة العقلية وتصير تفكر تفكير أفضل. شكرا لكم متابعتكم، خليكم إيجابيين وأراكم في الحلقات القادمة. مع السلامة.